تروي ثانوية جودة الهاشمي في دمشق بمعالمها المعمارية وطابعها التراثي ذكريات الرعيل الأول لرجالات سوريا في النصف الأول من القرن العشرين وعشرات الأسماء اللامعة ممن احتلوا مواقع في الآداب والعلوم والسياسة. وكانت أول مدرسة رسمية في دمشق تأسست باسم مدرسة التجهيز الأولى وعرفت فيما بعد باسم جودة الهاشمي الذي كان مديرها في مراحلها الأولى. كانت عبارة عن قسمين، قسم داخلي وقسم تعليمي للطلاب، وعرفت باسم المدرسة التجهيزية الأولى. كانت مجهزة بكل شيء يضمن للطالب إقامة وتعليم لينتقل إلى المرحلة الجامعية فيما بعد. كانت شاهدا على جرائم المستعمر الفرنسي عندما هاجم البرلمان السوري في عدوان 29 أيار، وإليها لجأ الثوار في كثير من الاعتصامات والمظاهرات التي كانت ضد المستعمر الفرنسي. خرجت هذه المدرسة كبارات رجال العلم والمعرفة والسياسة في سوريا في مراحل مختلفة من تاريخها، ولازلنا نواصل مسيرة من سبقنا في الاهتمام والرعاية بتاريخ وعراقة هذه المدرسة وتخريج دفعات من الأبناء الطلبة ترفض الحركة العلمية. مدرسة عريقة بسوريا مو في مشرق، على مستوى سوريا شيدت بتاريخ 1930 فخامة رئيس تاج الدين الحسين واسمها التجهيز الأولى. بعام 1955 فصلوها لمدرستين، مدرسة ابن خلدون فسمية جودة الهاشمي نسبة للمدرس كان بالرياضيات مدرس جودة الهاشمي اللي أصله من الجزائر. كل العالم معروفة جودة الهاشمي، مجرد ما تقولي التجهيز الأولى فهي معروفة يعني دول العالم، مو إني عنا بس، يعني السياح تجري عنا خصوصية لتعرف من جودة الهاشمي تجهيز. هي موقع مبني بوسط المدينة فهي تستخدم من أكثر من مكان. أجهزة بكافة الاختصاصات، أكثر الأساتذة عم تستغل كل الأدوات، وعم أكثرهم عن عاملين دورات دمج تكنولوجيا، يعني عم يعطوا درس عن طريق الأجهزة والأدوات. المخبر هو من الأصل نفس البنية نفس كل شيء، بس تغير إنه التجهيزات دائما عم ترفدنا فيها التربية، كل ما كل سنة تقنيات كل شيء عم يكون جديد عم يكون واصل لعنا مباشرة. تقريبا 20 سنة هون مكتبة مثل ما شايفة، يعني طابع العام مكتبة أثرية بكل محتوياتها من الأساس للمضمون للكتب، طبعا منظمة ومفهرسة، في سجلات أساسية بمحتويات المكتبة، في فهارس طبعا حسب الموضوع حسب عنوان الكتاب حسب المؤلف، كمان حافظنا عليها يعني كتراث، ما غيرنا شيء لا بالأساس ولا بس الكتب ترميم يعني نجلد الرمي.